صحيح، بصحى الساعة ايه دي بتبقى على حسب الدروس وقتها كانت شكلها ازاي. في مثلا بتصحى الساعة 7 8 الا 1/4 مثلا، عندي 8 مش عارف 10، عندي 10 الا 1/4 عندي درس 10 كده، بتبقى على حسب الدروس يعني كل يوم. معظم الوقت كنت مثلا باجي من الدروس او كده، مثلا اريح شوية مش عارف ايه كده، مثلا اذاكر كده اخش انام. يعني هو الموضوع كان روتيني شوية، بس كنت بقى لا فاكر ان انا كنت بلعب، كنت بلعب بضمير يعني زي ما بيقولوا، برضه كنت بذاكر الحمد لله بضمير. هو هي ما فيهاش غير ان هي انك ما تتوترش بس، يعني هو التوتر ده اللي الناس بتحطه والضغط اللي عليها هي بس، يعني الواحد يعني حاول ما يتوترش، هي اصلا مهمه ولازم تعمل فيها اللي عليك. طبعا طبعا يقربوا من ربنا جامد، لان حرفيا يعني يمكن هو الموضوع ده ما بيجيش غير بربنا، يعني ممكن تشتغل طول السنه بس برضه هو ربنا ما حفظهاش مش هتيجي.